100% des cas de rage dans la région de Zeret. Pour le Saint-Anne, alors la maladie elle apparaît en tant que vous allez vous livrer rassemblement au coin. C'est des adhérents focalisés. Donc c'est un cancer. Social, la retraite. هناك فلاحين اللي همهم يعني النجاح والسرعه في الانتاج وين يهملوا بزاف نقاط واللي تسبب الامراض للحيوانات اللي راهم يربوها وين تكون عندهم خسائر في هذه الحاله لانهم ما يمشوش مع متطلبات الشعبه وكذلك هناك استعمال غير عقلاني للادويه بدون استشاره الاطباء وين تأثر على الحيوان وتأثر على الإنسان. أمراض دواجن ليلفاج بوليتشير راهو شعبة كبيرة وأهمية والدولة عرفت أهمية كبيرة. فلذلك طرقنا لهذا الموضوع. في بعض الأمراض أو بعض خاصة الأمراض اللي تحدث جديدة يعني نشوفوها جديدة أو الأوبئة اللي نشوفوها يعني في جديدة. واللي يقع في حد ذاته هنا الناس تتبادل خبرات، تتبادل تجارب، تتبادل يعني اللي يقع في حد ذاته فائدة.